يعني الهلال والخليج. وقبل ما نتحدث عن هذه المباراة دعنا نشاهد هذا المؤتمر للسيد دياز مدرب الفريق الهلالي قبل لقاء الغد. ما يخص استعداداتنا للمباراة القادمة، يعني الفريق مستعد بشكل جيد لهالمباراة، خصوصا يعني بعد ارتفاع الروح المعنوية للفريق، خصوصا عقب النتيجة الجيدة التي حصلها في الجولة الأخيرة خارج أرضه. مجموعة جيدة، كل اللاعبين يعني جاهزين، مجموعة جاهزة كلها لخوض المباراة القادمة والظفر بالنقاط. بالنسبة للمجموعة يعني الحمد لله الفريق شبه مكتمل، يعني لا توجد إصابات. ما يخص اللاعب نواف واللاعب حافظ، يعني استكملوا برنامجهم العلاجي وهم حاليا يعني يستعدون بشكل جيد، وهم جاهزين طبعا للعودة للقتال على مراكزهم يعني من جديد. اللاعب الوحيد الذي يعني قد استبعد لداعي يعني الإصابة اللي هو لاعب صالح. يعني نعمل دائما يعني بشكل دائم على تصحيح الأخطاء، خصوصا اللي تحدث يعني بشكل متكرر من خلال مبارياتنا الماضية، لكن من جهة أخرى سعيدون جدا بما يقدمه الفريق داخل الملعب. إحصائيات يعني إيجابية جدا، يعني الفريق أثبت أنه واحد من أحسن الفرق التي أو أكثرها تحكما، يعني نسبة تحكم في الكرة في المباراة. الفريق يخلق عدد كبير من الهجمات، وهذه كلها يعني مؤشرات إيجابية تؤكد على أن الفريق يعني يلعب بشكل جيد. تبقى يعني التوفيق في طبعا والتركيز الذي تحتاج تركيز هي استغلال الفرص ترجمتها إلى أهداف، لكن لا ننسى كذلك أنه المباريات خصوصا في هالمرحلة الأخيرة هي كلها صعبة، ليست فيها فرق صغيرة أو متوسطة، بالعكس لأن حتى الفرق اللي في المؤخرة تقاتل من أجل الهروب عن شبح الهبوط، وكذلك الفرق التي تنافس يعني تقاتل بقوة على أساس يعني حقها في المنافسة. بالنسبة لنا يعني المطلوب هو الهدوء، إذا لم طالما هناك يعني شق يعني نهج هجومي يعني جيد، فالأهداف ستأتي سواء كانت بداية اللقاء أو في آخرها. المهم أننا نكسب النقاط خصوصا في هذه المرحلة الصعبة.